أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجدها
قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا
قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما كانوا لا
يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا Oh,
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل صدق الله العظيم.